في مفهوم غلط عند الناس عن الصليب واللي قصد يسوع يقوله للي بدهم يتبعوه انهم يحملوه. في ناس بيعتبروا انه مديرهم القاسي بالشغل يمكن يكون هو صليبهم، وناس بيعتبروا انه مرضهم هو صليبهم. في اهل بيفتكروا انه لانه عندهم ابن عاصي يعني هيدا هو صليبهم، وناس بيعتبروا الظروف الماديه الصعبه اللي عم يمروا فيها هيدي هي صليبهم، وكل واحد بفسر الصليب على ذوقه. ولكن لما الرب يسوع المسيح قال لتلاميذه من لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني، كان عم يقصد يقول شيء واحد، اللي مش مستعد يتمسك باتباعي حتى ولو اضطر يموت وما ينكرني ما بيستحق يكون تلميذ لإلي. هل أنت مستعد تحمل الصليب؟